الزملاء توقفوا في هذا المكان، ارتدوا الخوذ والستر الواقية الصحفية وانتظروا مدة 10 دقائق، ورصدهم خلال هذه 10 دقائق الذهبية جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتقدموا هذه المسافة. فقط مجرد ما أن وصلوا إلى هذا المكان بدأت عملية إطلاق الرصاص من قبل البنايات السكنية في هذه النقطة، وكانت الزميلة شيرين أبو عاقل تقف هنا أمام الشجرة، والزميلة شذا حنايشة تقف في هذا المكان. استمر إطلاق الرصاص على الرغم من أنهم صحفيون ويرتدون الستر التي تميزهم، ولم يكن هنالك تواجد عسكري بالنسبة للمقاومة الفكرية، وعلى الفور بدأت عملية إطلاق الرصاص. أصيب الزميل عري أثناء الوصول إلى هذه النقطة وتمكن من الانسحاب إلى الجهة المقابلة ووصولا إلى دوار العودة أمام مخيم جنين، ونقلته مركبة خاصة. لم يكن يعلم أن الزميلة شيرين أبو عاقلة قد أصيبت في هذا المكان، حيث الدماء نراها في هذه اللحظات هنا على الأرض. سقطت أرضاً واحتمت الزميلة شذا بهذه الشجرة، ولم يكن باستطاعتها قطع هذه المسافة. فقط كان هنالك إطلاق رصاصات متعددة من قبل جيش الاحتلال. هذا المكان سيبقى شاهداً على جريمة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في عملية استهداف الصحفيين أثناء التغطيات الميدانية.